غير نعرف واش اي حاجه كتوقع لينا في حياتنا واش كتكون صدفه ولا قطر. انا ما بغيت والو، بغيت غير نعرف راه شلاف بير كلامي ما يتقال، ولكن في هاد القصه اللي وقعت لي القلم جف مدادو وما بقيت عارف ما يتنال، واش انا اللي مني الفوت ولا هو ولا هي. العفو يا ربي، عبديت لكم بهاد السطور المخبله الخوت، ولكن حيت القصه شويه انا براسي ما عرفتش فاش من نخانه نصنفها، واش فخانت مساخه الوالدين ولا فخانت السحاره والدجالين ولا فخانت اولاد الكلاب المكلبنين. المهم الحكايه نسردها وانتوما غادي تفصلوا في خيوطها، وانتوما اللي غتصنفوا فاش من خانه من هاد الخانات، وتقدر تبان لكم كاع شي خانه من غير هادو اللي قلت. فبلا تطوال في الكلام ندخلوا للمسقي، وكالعاده اللي ما كيعجبوش نعطيوه المسلوق ونرويوه له بالبلول. الحكايه خيوط ديال قصتي مشبكه شويه، داكشي علاش غادي يكونوا فيها بزاف ديال الخيوط، كل خيط كيجر من جهه حتى غادي يوصلنا للحقيقه. داكشي علاش بغيتك تكونسونطرا مزيان العزيز مع هاد القصه، الا اهتمام كونسونطريش ما تسمعهاش يخليك حتى تكون بيان كونسونطري. هادشي اللي غادي يوقع لي ما يمكنش يكون صدفه، اكيد ان ربي حطني في طريق هاد السيده باش شي حاجه توقع. هو اللي عالم بها، هاد خونا اللي كيلاغيكم دكتور طبيب عام. واحد المره راجع من السبيطار اللي خدام فيه، وجبت معايا مراتي في الطوموبيل، بغيت نستاسيوني قدام البارك ديال الموبل فاش كاين، حتى كتبان لي واحد المراه مريحه تما وباينه بحال الا كتساين شي حد ولا شي نوطه بحال ما هكا، مراه يعني شيبانيه في العمر. الصراحه ما شغلتش بالي بها وقلت ربما شي وحده كتسعى وكنا كنسعى الله اولا شي نوطه بحال ما هكا، ولكن واخا هكاك بقات مبرسطاني ديك المراه وديك البوزيسيون باش جالسه والسهول اللي كانت ساهيه. بقيت كنفكر وكنقول شنو نمشي نشوف مالها، شويه بديت كنقول عاوتاني وانا ماليش ليا في هادشي. صافي راه بحال هاد العيالات مساكن راه معمرين البلاد، انا في بالي باللي سعايا. طلعنا الدار ديك الليله انا ومراتي، ما عرفتش بديت كنحس بواحد التأنيب الضامر من جهه ديك السيده اللي شفت لتحت. بديت كنقول ما عرفتش علاش بقات ليا في بالي، بديت كنقول خصني نرجع نشوف مالها شنو جالسه كدير تما، ولكن في نفس الوقت واحد العقل اخر كيقول لي طريحه كريطه السيده راه باينه مسكينه كترزق على الله. وداكشي اللي درت، نعست واخا بقيت مهول من جهتها. الغد ليه نط فطرت وانا نزل في حالاتي، كنت غادي نضماري للخدمه، هنا مع بزيت الطوموبيل من البارك ضربت على داك الكوانت، لقيت نفس السيده في نفس البوزيسيون، غير هي كانت ساده عينيها ومتكيه على واحد البوطو كانت جالسه حداه. ما بقيتش عارف ما نقول ولا شنو ندير، كنت كيحسب لي زعما بلي راه مشات وعاودت رجعات اولا شنو زعما تكون بات، خصوصا انو هاد السيده هادي ما عمرني شفتها، اول مره شفتها هو البارح، واليوم راني عاود تاني مصبح عليها وكنشوف فيها. غير هي كانت بحال الا ناعسه، ولكن هنا غادي تقلب ليا كلشي، حيتاش قلت ربما بحكم انني طبيب ربما تكون باتت هنا من البارح، ولا جاتها شي غيبوبه ديال السكر، ولا تقدر كاع تكون مات الله يحفظ. خصني نمشي نشوف اشنو كاين، وداك الشيء اللي درت مشيت عندها باش نشوف بعدا واش باقا حيه. ما وصلت عندها حركتها وهي تنوض مباشره، هنا بعدا واخا خلعتني بديك الضاشيرة اللي فاقت بها ارتاحيت، عرفتها ما هي مغيبة ما هي ميتة. بديت كنحاول نكالميها وبديت كنحاول نعرف منها شنو كانت كدير هنا، وبديت كنسولها على سميتها، ولكن هنا الخوت غادي نكتشف الكارثة. هاد السيدة مسكينة ما عقلها على والو، ما عارفاش سميتها، ما عارفاش منين جات،
ما عارفاش اش كدير هنا. حاجه وحده اللي كانت كتردد بديك العضله اللي بين سنانها واللي هي انا راه كنساين ولدي امتى يجي، راه حطني هنا وما رجعش ليا. المشكل هو ملي كنسولها على هاد ولدها ما كانتش عارفه سميتو ولا عارفه منين جا ولا كيفاش دار حتى انا. كنظن بلي راكم عرفتو مالها كيف ما عرفت حتى انا من هاد الطريقه باش لغاتني، ومن الاسئله اللي حطيت ليها واللي ما لقات ليهم جواب. حالتها ما محتاجاش بزاف ديال التفكير. هاد السيده باينه مشير عليها مسكينه الزهايمر، باين انه تجلات للناس الناس عند من كانت ولادها ربما ولا دارها، باين خرجات وتاهت. وبحكم انني طبيب انا كنت عارف باللي في بحال هاد الحالات كيكون وارد انه المريض كيخرج وكيتلف. داكشي علاش ملي كيجي عندنا شي حد عدو زهايمر كنحاولوا نوصيو ولادو، كنقولوا له حاولوا ما تخليوش بوحدو، ما تخليوش كاع نهائيا في شي كوان غير بوحدو. هذه هي النصيحه الاولى اللي كنا كننصحوا بها الناس حنا كاطباء باش يتعاملوا مع الناس اللي عندهم الزهايمر. عاد من بعد كتبدا معاهم في الدواء وداك الهيت، كي بحال قضيه ديال الطبيب ديال المصران ملي كتمشي عندو اول حاجه كيقول لك ما تشربش الموناضه. بحال هاد النقطه هادي اول حاجه كنقولوها للناس اللي عندهم الزهايمر، ما كنقولوهاش ليهم هما وانما الناس اللي مكلفين بهم، ما تخليوهمش بوحدهم. ولكن هنا غدير لي الطرن في الراس، قلت ربما هاد السيده تكون غا دايره ليا ديك اللعيبه ديال هبل تربح، ربما تكون نصابه وباغا تطلع مني شي ريالات ولا شي دريهمات. انا قلت نتيستيها بواحد النقطه، قلت لها واخا مهمتي دابا انتي ما عقل على والو ياك. بدات كتشوف فيا وتتقول اه. قلت لها شوفي غتمشي معايا دابا عند البوليس، راه ربما غادي يكونوا غيكون هاد ولدك هذا ديكلارا بالاختفاء ديالك. قلت لي واخا، ونطو هي تركب معايا في الطوموبيل. ملي وصلنا عند البوليس انا تاكدت باللي السيده مسكينه راه بصح ما كانتش كتكذب وماشي من دوك النصابة. راكم عارفين ولاد الحرام ما خلاو الولاد الناس ما يقشروا مازال، راه حوته وحده كتخنز شواري. هذا موضوع طويل الا جيت ندخل فيه راه هنا بقيت. ما عليناش، البوليس ملي وصلنا عندهم لقينا باللي حتى شي حد زعما ما قدمش شكايه او لا ماشي شكايه، البلاغ ديال الاختفاء حتى حد ما قدموا بسميت هاد السيدة او لا بصورتها، حيت السمية ما عرفوهاش حتى البوليس ما قدروش يديو منها لا حق لا باطل. انا بديت كنفكر تاني وقلت ربما شي واحد فولها دا هو اللي غادي يكون رماها، وهادي ماشي اول حالة غادي نقابلها بحال هكا او لا غادي نسمع بها. عطا الله مساخة الوالدين اللي كيرميو والديهم، فبحال هاد الحالة توكرف منها مازال. بغيت غنعرف هاد ولاد الكلاب واش ما كيحسوش اي بقيمه الام. انا راه من نهار امي مات عمرني مازال ما حسيت براسي فامان، ديما كنحس براسي باللي ناقصاني شي حاجه، ماشي حاجه اللي بسيطه، حاجه عظيمه كتحس براسك ناقصاك. بحال دابا هاد خونا اللي ربما يكون رامي هاد السيده هادي اللي غتكون امه، هاد راه خص جدو الذبيحه ولا النحر. نسكيبي هاد الموضوع حسن حيتاش غادي غير نبدا نهلل هنايا. المصير ديال هاد السيده كنت خايف عليه حيتاش كنت كنشوف فيها امي الله يرحمها، داكشي علاش بقيت معها داك النهار كامل حتى قدو ليها واحد الوريقه باش يصيفطوها لواحد الدار ديال الرعايه. هاد النقطه غادي تكلفوا بها البوليس بما يلقاوه لها. من بعد ما تهنيت عليها وعرفت بلي راه مشات لديك الدار ديال رعايه المسنين، صافي مشيت بحالاتي ومشيت لخدمتي وكملت حياتي بشكل عادي. واخا ديك السيده بقات في بالي ما عرفتش علاش، ولكن بقات في بالي وبقات مبرزطاني حكايتها. ولكن حتى انا راه ما بي ديما ندير شي حاجه اكثر من هذا الشيء اللي درت. بقيت على هذا الوضع حتى وقعت واحد الحاجه اللي غتبدل كلشي. هذه الحاجه واخا تبان لك تافهه غادي تبدل ليا كاع الحداثه هادو، غادي يبان قدامي واحد الطرف ديال الخيط
اللي نقدر نشد فيه باش نفصل في حكايه هاد السيده ونعاونها. باقي كنعقل على هاد النهار، هذا كان النهار ديال روبو ديالي. مراتي كانت كتجمع ليا الحوايج ديالي باش تغسلهم، باش ديرهم في الماكينه الصابون. من هاد الحوايج هادو كانت واحد لافيست كنت لابسها في ديك الصبحيه اللي غنطلق هذيك السيده، وملي ديتها للبوليس وكذا. وراكم عارفين مراتي كانت كتقلب الجيوب وكتخاف لا تصبن شي ورقه كان مهمه ولا شي حاجه. هادي نوطه زينه كانت في مراتي. هنا غتجيب ليا واحد الفاكتوره. هاد الفاكتوره هادي كانت ديال شي سوبر مارشي، المهم فيه شي تقريبا شي 250 درهم ديال السلعه، زيت دقيق وشي سكر، المهم شي حاجه بحال هكا. هنا المشكل هو انه هاد الفاكتوره هادي وهاد السوبر مارشي كان في واحد الدرب اللي بعيد علينا، يعني خصك ليه تقريبا واحد نص ساعه مكانيه باش توصل له، وهاد الشيء بالطوموبيل. هنا مراتي شكات فيا، قالت لي ديال اش هاد الفاكتوره، ما عاد شديتها من عده وهو نتفكر داك النهار فاش تلاقيت ديك السيده. ديك النهار ملي جيت كنهضر معاها ندات لي هاد الفاكتوره، ملي ضربت عليها لقيتها غير فاكتوره ديال واحد السوبر مارشي، يعني شي حد تقضى. ما تسوقتش ليها ودرتها في جيبي. مراتي مشى بالها بعيد، كان كيحسب لها بلي راه مزوج عليها في شي قنت اخر وتقضيت هاد الالاعيب اللي كاينين في هاد الفاكتوره وراكم عارفين. هنا قلت لها ها البلان اللي وقع، ها البلان وكيفاش داير. مهم في الاول ما تيقاتش، ولكن من بعد اكدت ليها ملي قلت لها راه خصني نمشي دابا باش نمشي نشوف هاد السوبر مارشي فين كاين، وكانت هادي اول بيست خصني نتبعها باش نعرف هاد السيده هادي منين جات او لا فين كانت. ولكن باش نمشي كيخصني شي تصويره ديالها، باش الا مشيت حتى لقيت داك السوبر مارشي نوريهم تصويرتها ونقول لهم واش كتعرفوا هاد السيده. ولكن المشكل دابا كي غندير نوريهم هاد التصويره هادي وانا ما عديش. انا فكرت نمشي لديك دار الرعايه فين داو البوليس. كنت عارف بلي القضيه صعيبه، وخصوصا انني ماشي من الاقارب ديالها، ولكن بما انني دكتور فرا اكيد انهم غيتعاملوا معايا. وداكشي اللي درت، مشيت هضرت مع المدير وقلت له ها اللي كاين ها اللي كاين. قال لي صافي يا دكتور سير شوفها، ولكن عافاك ما تجلسش معها بزاف. قلت له كون هاني راه بغيت غير نطمن على حالتها وصافي. عاودت له بلي رانا اللي لقيتها وانا اللي ديتها عند البوليس وهما اللي جابوهم، والمهم عاودت لي داكشي من أ حتى لزيد. ملي دخلت ضربت ليها واحد التصويره هي الاولى التليفون ديالي، واخا كنت عارف بلي انتيردي تصور هنايا. من بعد بديت كنهضر معاها، ولكن السيده ما عارفانيش شكون انا ولا اش جاي ندير، ولا حتى هي راسها اش جايه دير هنا ولا فين كاينه. الضربه اللي جاي نضرب راني ضربتها والصوره خديتها. انا غادي نخرج وغنديماري، مشيت ديريكت لذاك الدرب اللي كاين فيه داك السوبر مارشي. من بعد ما بديت كنسول غارديانات ديال لي بارك الطوموبيل، وكما كتقول واحد المثله اللي عدو في موراه ما يتلف. ملي دخلت لذاك السوبر مارشي مشيت عند داك السيد اللي مقابل لاكيس، قلت له هاد الفاكتوره ديالكم؟ قال لي اه. قلت له عافاك واش كتعرف هاد السيده؟ جبت تليفوني وانا نوري له التصويره. انا قال لي صراحة ما كنعرفهاش، ولكن هاد السيدة راه كبيرة في العمر شوية، كنظن بلي راه ماشي هي اللي غادي تكون تقضات هاد الشي، وتا الا تقضات وربما غادي يكون وصلوا ليها الليفرور 90 شوية يمتى يجي. راه مشى يوصل واحد لاكوموند، وهو راه يقدر يفيدك حسن مني، يقدر يكون ديجا وصل ليها هاد الصخيرة ولا شي حاجة بحال ما هكا. وفعلا بديت كنساين حتى جا داك الليفرور اللي ما تعطلش بزاف، مع جا قصدو المقصود الله. قلت له عافاك نسولك، قال لي مرحبا. وريتو التصويره، بدا كيشوف فيها شحال ويقول لي هاد السيده راه كنعرفها، راه ساكنه غير في هاد الموبل اللي قبالتنا، راه انا اللي كندي ليهم السخيره حيت ولدها كيكون خدام، وهي مسكينه راه ما كتقدرش هي تنزل على رجليها حيتاش كبيره شويه في العمر.
قلت له وريني الدار ديال الله يجازيك بالخير. قال لي يا مرحبا. مشى معايا حتى وراني الدار. هو ديماري انا بديت كندق، خرجت لي واحد السيده كانت لابسه كامله الكحل، كانوا حتى عينيها فيهم شويه ديال الحزن. انا بالي مشى بعيد، قلت وقيلا راه كانوا حازنين على هاد السيده وكيحسب لهم بلي راه توفات ولا شي لعبه بحال ما هكا. وتحمست باش نوريها تصويره وباش نقول لها راه في كاينه في كاينه، ولكن سولتها هو الاول، قلت لها عافاك لالا واش كتعرفي هاد السيده؟ ضربات على تصويرتها في التليفون ومن الكريماس ديال وجهها بانت لي فيهم الصدمه، ولكن الجواب كان صدمني اكثر من الصدمه اللي بانت لي في الكريماس ديال فيغورتا. راه تقول لي لا ما كنعرفهاش، توقعت الصراحه انا هاد الجواب. وداكشي علاش قلت لها كيفاش ما كتعرفيهاش؟ راه الناس قالوا لي بلي هنا فين ساكنه. قالت لي شنو دابا انا كنكذب؟ قلت لها حاشا ما قلت لك شكا لا لا، ولكن راه السيده هنا فين ساكنه والناس شهدوا بهذا الشيء. انا غادي يخرج واحد السيد جا من وراها ملي سمع ملي سمعني كنهضر بهاد لا فاصون هادي، خونا يضرب على ديك السيده بعينيه وهي الدمار. قال لي نعم اخويا شنو بغيتي؟ قلت له خويا جيت كنسول على هاد السيده، وريت له تصويرتها ويقول لي انا ما بغيتش نعرف والو عليها. قلت له كيفاش ما بغيتي تعرف والو عليها؟ انا قال لي واخا دخل بعدا ونعاود لك. دخلت عند هاد خونا اللي قال لي بلي راه سميتو احمد. مع جلست في الصاله قال لي اش غنقول لك؟ واش نعاود لك ولا نسكت؟ قلت له لا عاود لي يا سي احمد، حيتاش ديجا شرفني بسميتو. قال لي واش انت عندك شي وليدات؟ قلت له لا مازال ما رزقنيش الله. قال لي اذا ما كاينلاش نعاود لك، حيتاش هادشي اللي غنعاود لك ما غاديش تحس به، حيتاش احساس ما كيتوصفش، احساس كيتعاش. قلت له لا غير عاود لي قول لي شنو كاين، واش هاد السيده اش كتجيك؟ قال لي قبل ما نقول لك اش كتجيني انا غنعاود لك الحكايه من ا حتى لزيد وحكم براسك انت يا نيت. قلت له واخا انا كنسمعك. قال لي هادي شهرين باش ماتت ليا بنتي، انا حضرت راسي وبغيت نقول له البركه في راسك هو يقاطعني. قال لي غير سمعني حتى الاخر عافاك. قلت له واخا كمل. انا بدات يعاود ليا الحكايه على بنته اللي مات. قال لي بلي راه هاد السيده هادي اللي جبت له في التصويره راها امه، وراه بدا كيعاني معاها شي عام تقريبا، عام هادي وهو كيعاني معاها حيتاش فيها الزهايمر، وبدات كدير لهم شي حوايج غراب في الدار. داكشي علاش كانت المعاناه ديالهم مع قاسيه شويه، وفعلا كتكون هاد النوطه هادي حيتاش الاهل ديال المريض بالزهايمر كيعانيو اكثر من المريض بنفسه، وهذا الشيء انا متفهمو وعارفه، ولكن خونا داكشي اللي غيعاود لي غادي يصدمني. قال لي واش فراسك بلي هذيك السيده هي اللي قتلت ليا بنتي؟ هذيك السيده اللي هز دابا انت وكتقلب عليها كتقلب على ولدها زعما، هذيك اللي عندك تصويرتها في التليفون؟ قلت له كيفاش قتلاتها؟ قال لي هذيك سيدي هزات الدواء اللي كتاخذ ومشات عطاتو لبنتي، عطاتو ليها بحال زعما راه عطات ليها الحلوه والشكلاط والفاني دراك عارف. بنتي حتى هي مسكينه خضات داكشي وسرطاتو، واخا كان الطعم ديالو ماشي هو نفس الطعم ديال الفانيد والشكل ديالو كذلك، ولكن فات الفوت. بنتي تسممات وملي ديناها للهرجونس فات الفوت وتوفات، وفي التشريح لقاو بلي ضاربه الفانيد ديال امي. في الاول ما شكينا شايف امي، قلنا ربما البنت راه صغيره وراها كتبغي تكتشف، وراك عارف الدراري صار اي حاجه لقاو كيديروها فمو، ولكن من بعد غادي نعرف بلي راه امي هي اللي عطاتو لها
حيتاش حصلتها مراتي كتحاول تعطي البنت التانية اللي يالله مزيودة دي عدة 6 شهور. انا ما بقيت عارف ما ندير، واش نكره امي اللي ولداتني ولا نصبر وندير لهاد الشي سكيب اب. ولكن راك عارف الكبده، ما قدرتش اي نصبر. مشيت ديك العريطة عند البوليس، ولكن ملي هزوها و داروا لها خبرة ولقاوها باللي راه فعلا مريضة بالزهايمر، ما لقاو ما يديروا لها. قال لك لا فوت ديالكم نتوما اللي ما رديتوش ليها البال. وهنا ما كان عندي الا نزه ونمشي نحطها حدا واحد الدار ديال الرعاية، وخليتها تما باش يتكلفوا بها هما. ما بغيتش ندخلها حيتاش غايقولوا لك بسخوط الوالدين وجاب مو لاحا في دار العجازة وكذا، وراك عارف المجتمع ما كيرحمش. هاي واخا تعاود ليهم وتقول لهم بلي راه قتلت ليا بنتي ما يعقلوش عليك. غتبدا الهضره ديما تابعك من اللور. بنتي اللي ماتت الشريف راه يلاه عدى 4 سنين، انا عارف بلي هذا قدرها، ولكن ما قدرتش نسامح لامي. امي اللي كرهتها، انا عارف بلي هادشي اللي كنقول لك غادي يخليك تشوف فيا بواحد الشوفه خايبه، ولكن كيف قلت لك انت ما عندكش الوليدات، انت ما غاديش تحس بهادشي اللي كنقول، حيتاش كيف قلت لك من قبل احساس كيتعاش ما كيتوصفش. والصراحه داكشي نيت اللي كاينه الخوت، ما عرفتش واش نتعاطف معاه ولا نكرهو. تخلطوا فيا لي سنتيمون من جهته، ما بقيت فاهم والو. ولكن هنا بديت عليه بديك القضيه ديال اولا راه امك هذيك، ثانيا راه مريضه، واش هي دارت هكا لخاطرها؟ هنا قال لي شوف الشريف، انا ما عرفتكش انت شكون، ولكن عارفك باللي ولد الناس. داكشي علاش بلا ما تطلق عليا هاد الخيطانوس هذا، حيت كلشي داكشي اللي غتقول انا عارفه. راه كتكب الماء على القرعه، راه لا ما كيبقى بلاصتو ولا قرعه كتسرد. عرفتي بحال داك خونا اللي كيكمي، ملي كتمشي تنصحو كتقول ليه باللي راه التدخين راه كيضر وكيقتل، راه بحال هكاك، وراه عارف باللي راه التدخين كيضر وكيقتل، ولكن كيتكيف. راه بحال هكاك دابا هضرتك غتكون معايا، فالله يجازيك بالخير. ما حسش بيا بلا ما تقول لي والو. انا طلقت عليه شويه ديال الموعظه ديالي والبر للوالدين وباللي انا محروم من امي، ويا ريت تكون غير باقا عايشه وانا نوض في حالاتي. قلت له المهم هاك كارت فيزيت ديالي راه فيها النمره ديال التليفون، الا جاب الله بدلتي ريك شي نهار ولا شي حاجه اتصل بيا. نطو بلا ما نسلم عليه، مشيت ديريكت لجهه الباب، وما توقعتهاش الصراحه ملي سمعت الصوت ديالو ملي ناداني. قال لي عافاك بلاتي، في كاين امي؟ انا درت وتبسمت قلت له يلا معايا غنديك لهدا. لبس لافيس ديالو، واخا مراتو كانت ما باغا شاي، ولكن دخلو بديت كنسمعو كيهضر معاها شويه، كان كيحاول يقنعها بهذا الشيء اللي غايدير. من بعد شي 5 دقائق ما كان هي وهما كيتحدثوا غادي يخرج عندي، وقال لي يلا الله يرحم الوالدين يلا وريني في كاينه. مشينا في الطريق كامل وحنا ساكتين. ملي وصلنا لديك دار الرعايه دخلت مع عند المدير وقلت له هذا راه ولد ديك السيده، راه تلفات ليهم واش كاين اش كاين. المهم خدا منه لاكارت ناسيونال والمعطيات اللي كيحتاجوهم، هو يدخلو عدا دخل عدا غير بوحدو. واحد اللحظة بان ليها هو خارج معا، من بعد ما دازت شي نص ساعة مكانية تقريبا. هنا قال لي الله يرحم الوالدين لما كمل على خير كوصلنا للدار. الصراحة فرحت بزاف، حيتاش واخيرا قدرت انني ندير شي حاجة اللي زوينة، حسيت بها انا زوينة، قدرت انني نلم الشمل ديال هاد الناس هادو، قدرت انني نلم الشمل ديال هاد الدري بمهمته. الدري اللي كان غلط، ربما كان غلط، ماشي ربما وانما اكيد كان غلط. وصلتهم حتى للدار، مشى طلع هو ومهمته، ومشيت انا ديما ريت. من بعد ما قلت له
تهلا فيها وقال لي الله يرحم الوالدين. رجعت لحياتي الطبيعية وخا بقات هاد القضية مأثرة فيا، ولكن نهار على نهار كيتناسى الموضوع من الغلوغي شوية بشوية. دازت شي شهر تقريبا، وواحد النهار غادي تصوني ليا واحد النمرة. ملي جاوبت قلت الو شكون، تلاقيت هذاك خونا تصونا ليا وكيبينا غير من هضرتو باينة باللي كيبكي ولا معصب ولا شي حاجة بحال هكا. قال لي عافاك دابا ضروري تجي عندي انا في السبيطار الفلاني. قلت له ياك لاباس. قال لي تجي عندي وغادي تفهم كلشي. ديك الساعات يلا خرجت من الخدمه من السبيطار، ديماريت طوموبيلتي وما وقفت حتى للسبيطار اللي نهت ليا. مع دخلت لقيته في المستعجلات هو ومراته، ان فوا شافني شنق عليا وبدا كيقول لي انت السبب. قلت له ياك لاباس قول لي شنو كاين. قال لي اجي تشوف. اجي دخلنا وبديت كنشوف بنته ديك اللي يلاه مزيوده اللي يلاه عندها 6 شهور تقريبا، دابا راه غتكون طالعه في السابع. لقيناهم دايرين ليها السيروم ودايرين ليها الاكسجين. قلت له ما فهمتش شنو وقع. قال لي امي اللي جبتي ليا وامي اللي صالحتيني معاها، من بعد ما قتلت لي البنت الاولى ها هي بغات تقتل لي البنت الثانيه. قلت له كيفاش؟ قال لي ما يا سيدي مشات حطات وسادة على البنت الصغيرة، وانت راك دكتور وعارف ورا سيد العارفين في هاد النقطة، راك عارف الدري الصغير الا حبستي له الاكسجين على الدماغ واخا غير شوية راه يقدر هادشي يقتلو، وحتى الا ما قتلوش يقدر يشللو ولا شي نوطة في حال ما هكا. ودابا بنتي راكم ما عتقناهاش كانت غادي تموت، ولكن سويرتي مولانا واش غادي ترجع بصحيحتها ولا لا. انا دخلني الشك، يمكنش كيفاش دابا السيده غادي يبان ليها البلان غير في الدراري الصغار، ابار انها مريضه. الناس اللي كيكونوا مرض بالزهايمر ما كياديوش بعدا، هادي اول حاجه. تاني حاجه الجدات او لا الجدود كتكون عندهم ديك الكبده المعاوده، كيقولوها كيقول لك بلي الكبده المعاوده راه صعيبه شويه، يعني الحفاد ديالهم كيكونوا عز ليهم من ولادهم، يعني ولاد ولادهم كيكونوا عز ليهم من ولادهم اللي والدين. مهم هذه هي الكبده المعاوده، يعني واخا تكون قاعده ديجا مريضه ما غاديش تادي بنت صغيره. او انا دخلني الشك في هذا الشيء، داك الشيء علاش قلت له قول لي واش شفتيها بعدا باللي راه نيت هي اللي دارت هذا الشيء ولا لا. انا زداني مع الحيط هو يقول لي واش دابا انت جاي تحقق معايا ولا شنو؟ راه مراتي هي اللي شافتها، وراهي كما هي اللي دخلات وحيدات الوسادة على البنت، كرة مشات ليا كيف ما مشات ليا الاولى. اسمع الشريف نقول لك، دابا غتمشي معايا للدار وغتهز ديك السيده غتديها للدار الرعايه ولا شي ثلث الخالي، المهم ما تبقاش عندي. قلت له واخا ماشي مشكل. صراحة انا ما عرفتش علاش دخلت راسي في هذا الشيء، ولكن هذيك السيده كانت شي حاجه كتجبدني ليها، ما عرفتش شنا هي. ربما كنت محروم من الحنان ديال الام، داكشي علاش خلاني نتعاطف معها. مشيت هزيت الطوموبيل ومشينا للدار. الطريق كامل وانا كنقول له نعل الشيطان، وحتى الا كانت هي اللي دارت داكشي راه ماشي لخاطرها. بدا تيقول لي اذا راه خطر عليا، صافي انا ما غاديش نتحمل مسؤوليتها، وراه بسببك باش وقع هادشي، انت اللي تقاتلتي باش تضع لينا للدار. وصلنا للدار هو يجرها من يدها بواحد الطريقه اللي كانت عنيفه. انا حيدتها له من يدو، قلت له تسمع اذا كنت شديت لك خاطرك راه غير على حساب الحاله فاش كاين انت، وراه ما كاينش شي كلب كيعامل مو بهاد الطريقه باش عاملتيها انت. المهم نمرتي راه عندك. انا مشيت، انا هزيت ديك السيده وركبتها في طوموبيلتي، ومسكينه ما كانت ما عايشاش كاع هي في هاد العالم. ملي بقيت غادي بها ما عرفتش الصراحه في غنديها، واش نرجعها لديك دار الرعايه ولا شنو غنقول لهم من بعد ما سناو ليها الورقات الخروج بلي راه عطاوها لولدها. انا ما كان عندي الا نديها للدار، ديتها للدار وخا مراتي كانت ما بغاتش،
بحكم انها حتى هي عرفت البلان والقصه ديال هاد المراه كانت خايفه. هنا بغيت نطمنها شويه. داكشي علاش خديت واحد السيمانه ديال الكونجي. هاد السيمانه كامله انا مريح غير في الدار مع هاد السيده. ولكن هاد السيده راه كتبان مسكينه، ما راه الا ما مديتيش ليها شي حاجه ما كتشدش، ما كتقدرش تهز حتى شي حاجه، ما كتقدش تماطي يدها لشي حاجه. انا بدا كيدخلني الشك، ويلي هاد السيده زعما تقدر تكون قاتله، وتقدر تكون حاولت تقتل عاوتاني المره الثانيه. هاد السيمانه كامله وانا غير مقابلها ومقابل التحركات ديالها. حتى من الطواليت مسكينه كتبدا ملي كتحصر ولا شي حاجه كتبدا ترعد بلاصتها، حتى كنوضان ديال الطواليت ما كتقدرش تقول لك راه بغيت نمشي للطواليت. هنا دخلني الشك اللي غادي تاكدوا ليا واحد لابيل اللي غادي تجيني من عند ولده. صونالي في واحد الصبحيه وهو يقول لي عافاك ضروري خصني نشوفك. قلت له واش بغيتي؟ قال لي ضروري خصني نشوفك وربي كبير. قلت له غتقول لي اش بغيتي ولا غنقطع عليك؟ قال لي فين هي امي؟ قلت له دابا عاد وليتي كتسول على امك. قال لي عافاك دابا بلا ما تلومني غير قول لي فين هي امي. قلت له راه امك راه عندي في الدار. قال لي عطيني لادريس انا نجي عندك. قلت له واخا. عطيتو لادريس وتقريبا واحد ساعة الا ربع وصل عندي. دخل ومشى كيعنق فمو. مسكينة هي ما كانتش عارفة، بدات غي ساكتة ومصمرة بلاصتها. انا قلت له شنو كي درتي حتى جاك عاوتاني هاد الحنان هذا؟ منين تكب عليك؟ قال لي اجي نوريك واحد الفيديو. اجي. قلت له فيديو ديالاش؟ قال لي من بعد ما ماتت بنتي الاولى درت الكاميرات في الدار وما حتى حد ما جاب ليهم الاخبار، وهذا الشيء حفاظا على راك عارف. المهم بلا ما نكمل، من بعد ما خرجت بنتي الثانيه من السبيطار رجعت باش نشوف دوك الكاميرات وشنو كاين، وهذا الشيء غير طاح ليا في بالي. تدازت شي 5 ايام تقريبا عاد رجعت نشوف الكاميرات ورديتهم لذاك النهار بالضبط فاش وقع داك الحادث ديال الوساده. وانت شوف دابا الفيديو شنو فيه. ملي جينا كنشوفوا الخوت الفيديو لقينا بلي فعلا هاد السيده هادي واللي هي الجده ديال ديك البنت واللي هي مات هاد الراجل هذا دخلات وباست الراس ديال ديك البنت وهي تخرج. واحد اللحظه هي دخل امها مرات هاد خونا هذا دخلات وبدات كتشوف جنابها وسدات الباب وهي تحط واحد الوسادة على بنتها. حطاتها تقريبا شنقول لكم شي 40 ثانية. واحد اللحظة وهي تحيد ديك الوسادة وبدات كتضرب في خاضها وبدات كتغوت. هنا خونا بالو البلان. داك الشي علاش ملي شاف هاد الشي جا عندي ديريكت وبغى يستاشر معايا وقال لي شنو غندير دابا. قلت له واش غدير؟ كل شيء باين وواضح بين يديك. انت راك انت انا حاس باللي امك راه ما يمكنش تادي شي حد، وانا راه ملي جبتها وجلستها معايا راه مسكينه راه الطواليت هي الاخرى ملي كتكون غير مزيره كتبدا ترعد بلاصتها وما كتقدرش تقول لك راه بغيت نمشي للطواليت، حتى كتنوضها انت راه ما كتعطيش يدها لشي حاجه. وهذا الشيء بغيت نقوله لك، ولكن انت كانت عامياك نارض الكعية من جهة مهمتك. قال لي واخا دابا شنو غندير؟ قلت له دير ديال الله، هاد الفيديو هذا خص يمشي عند البوليس. وفعلا داك الشي اللي كان خونا ما عقلش على مراته. واش غيعقل عليها؟ انا براسي غادي ندير نفس التصرف اللي دار. مشينا انا وياه عند البوليس عودنا لهم الحكاية من أ حتى لزيد وريناهم داك الفيديو. في البلاصه صيفطوا واحد الفرقه اللي غادي تعتقل ديك المراه وجابوها للتحقيق. في التحقيق بداو كيقولوا لها دابا غيقولوا لنا علاش درتي هذا الشيء. اختنا بدات كتبكي حيتاش عرفات باللي راه حصلات والمشكل ماشي بعيد تكون هي اللي قاتله البنت الاولى
وهذا الشيء نيت اللي غادي يجي في المحضر اللي غادي يتقدم للمحكمة، المحضر اللي فيه الاعترافات الكاملة ديال هاد اختنا. اختنا اعترفات باللي هي اللي قتلت البنت الاولى بسبب الدواء ديال جدها، ولصقتها في ديك المرأة المسكينة اللي كانت مريضة وكان مرفوع عليها القلم، وقالت لهم باللي انا ما كنتش عارفة شنو كان دير. اللي جاني جاني على عجوزتي، ما حملتش فيها الشعرة من النار ولدت البنت الثانية. داكشي علاش هزيت الدواء ديالها وعطيته للبنت الاولانية، واللي مشات مسكينة واخا بقات فيا، ولكن داكشي اللي كنت بغيت وصلت له. على الاقل بعدا خرجتها من الدار بديك الطريقة. اما البنت الثانية فراه ما بغيتش نقتلها، غير حطيت الوسادة عليها، وملي شفتها بدات كتخنق حيدت الوسادة ودرت داكشي باللي راه زعما راه ديك المراه هي اللي دارت هادشي. وهادشي اللي كاين وبدات كتبكي. اختنا ملي بداو كيحاكموها عرضوها على واحد البسيكولوج اكسبير، حيتاش الام اللي كتادي ولادها يعني راه ماشي نورمال، وفعلا غادي يلقاو باللي عندها الاكتئاب من بعد الولاده. اختنا اكتئبت من بعد الولاده الثانيه ديالها، واللي هي 6 شهور دابا 7 شهور تقريبا باش ولدات. هاد الاكتئاب اللي نتج على الولاده راه نورمال، اي مرة تقدر تدوز منه، وهنا كتبغي واحد الرعاية اللي خاصة لا من اهلها اللي قرب منها باش تقدر تجاوزو دغيا. ولكن الا مشات حتى ما عرفاتوش، او لا مشاو حتى دوك اللي كانوا في لونطوراج ديالها ما عارفينش باللي راه كدوز من ديك الحالة النفسية، فراه تقدر توقع شي حاجة يا ليها يا لداك البيبي يا شي حاجة في الدار، يا تقدر تبقى مكتئبة كاك آفي. وهذه من القصص الغريبة والش نقول لكم من القضايا اللي خصها تكون سوسيال. هذه ماشي قصة غير للناس، ولكن قصة فيها قضية اجتماعية اللي تحت مرض ليها البال، واللي هي قضية الاكتئاب النساء بعد الولادة. والقصة راه حقيقية، وقاضي القضاء حتى هو غادي يكون رؤوف بهاد السيدة هادي، حيتاش ما غاديش يحكم عليها بمؤبد، خصوصا من بعد ما تبت انها عندها اكتئاب. غادي يحطوها في واحد المستشفى ديال الامراض النفسية والعصبية، وبقات تما كتعالج لمدة ديال 4 سنين، ومن بعد غادي يديوها للحبس غدوز فيه عامين وغادي تخرج. غادي تخرج وغادي ترجع، غادي تلقى بنتها كبرات ولات عدا 7 سنين لاروب تقريبا. راجلها ما تلقاش واخا هكاك، حيتاش كان عارف باللي شنو كاين، واخا رزاتو في كبدته الاولى وكانت حاولت ترزيه في كبدته الثانيه، ورزاتو في الكبده الكبيره اللي هي الكبده ديال امو، مو اللي كانت حاولت تلفق ليها هاد التهم مسكينه. ولكن ربي لطف وقدر، وكيف قلت لكم ربي جاب لي هاد القضية ديال انني نكون انا في طريق هاد المرأة، او لا هي تكون في طريقي باش يبانو كاع هاد الخيوط. هاد المرأة مسكينة اللي غادي تموت من بعد عامين تقريبا على القصة. بغيت نقول لكم راه ماشي اي حاجة عندها علاقة بالشر ديال البشر، راه بعض المرات كتكون شي حاجة خارجة على ارادتنا، كتجيب لا سابق انذار وكتشقلب لينا حياتنا. داكشي علاش العزيز والتانتي العزيزة حاول تزرع الخير قد ما قديتي، باش ربي يجنبك بحال هاد المصائب هادو، وباش حتى الا طحتي تلقى شي حد بحالي اللي يديرو ربي طريق باش ترجع انت للطريق. واخا يكون هاد الشخص هذا غريب، ولكن تيقن العزيز باللي راه ماشي غير جاو حطوا لك ربي هكاك في الطريق. راه بزاف ما يتقال في السيجي، ولكن نتوما راكم حرار وكتفهموها بالغمزه. فا الله يدينا في الضو، صافي الله يدينا في الضو. الدران ديال هاد القصة الخوت كانت هادي هي التيرمينيس ديالو. القصة كيف قلت ليكم فيها بزاف ما يتكونسوما، فنتمنى تكونسومي وداك الشي اللي بغيتو يتكونسوما والله. فهذا ما كان العشران تالله.